الجو المثالي في موسم البلدة. هيا بنا يلا على البحر والساحة نلعب ونتسلى نقضي بها مدة والقلب يستمتع في أغلب الأوقات ونلتقط صورة حتى ولو واحد وتحتفظ ذكرى في أجمل الأوقات حتى ولو واحد في أجمل اللحظات. تحية طيبة لكم مشاهدين الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم اليوم في حلقة جديدة من برنامج الجو المثالي الذي يأتي برعاية كريمة من شركة الحبيشي لاستيراد وتسويق الأغذية. صباحية يوم جديد من شاطئ الستين، هنا نبدأ معكم فقرات برنامج الجو المثالي. طبعا اليوم يعتبر اليوم الثاني من موسم نجم البلدة السياحي، والناس اليوم ما شاء الله هنا على الشاطئ ممتلئ كليا. نبدأ معكم الفقرات، هيا بنا. طيب الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، صباحية يوم جديد من موسم نجم البلدة السياحي، صباحية يوم جديد وحلقة جديدة من الجو المثالي. ناس جدد وأشخاص جديدة نقابلهم اليوم هنا في فقرات الجو المثالي الذي يأتي برعاية كريمة من شركة الحبيشي لاستيراد وتسويق الأغذية باليمن. نبدأ معكم هذه الفقرات، هيا بنا. كيف حالك؟ طيب الحمد لله. طيب نشكر الله. ما شاء الله. كيف أخبارك؟ الحمد لله. انا من سقطرة، من محافظة سقطرة. سقطرة؟ نعم. ما شاء الله جيت هنا خصيصا على البلدة ولا؟ ان شاء الله جينا علشان البلدة، قالوا فيها مفايد كثيرة، جينا علشان البلدة وقعدنا معنا اشغال خاصة. يعني اول مرة تحضر موسم البلدة؟ اول مرة احضر موسم البلدة. كيف شفت الاجواء؟ والله اجواء روعة جدا صراحة، اجواء خيالية، وبنفس الوقت يعني اجواء مغيمة، شيء رائع جدا صدق. غسلت ولا؟ الحمد لله تغسلت. شفت بردة البحر؟ اوه حلو جدا صراحة. وذا معاك؟ كيف حالك؟ الحمد لله تمام. مبارك. طيبين ان شاء الله. شفت الاجواء؟ اجواء ما شاء الله، يعني امن واستقرار والناس طيبين. محافظة حضرموت صراحة يعني تنعم بالامن والاستقرار قبل كل شيء. وموسم البلدة توافد على جميع المحافظات اليمنية. طبعا نشكركم ونشكر اهل حضرموت على هذا الطيب وعلى الامن والاستقرار قبل كل حاجة. طيب ما شاء الله انتم اليوم سقطرة واهل سقطرة يتميزون بلهجتهم. اكيد. نبغى شوي كذا من مثل ايش يعني؟ كلمات خفيفة. كلمات. تحدثون على موسم البلد. سقطريين اللي خلف الشاشة. ان شاء الله باذن الله. والله ده موسم دحاس صراحة، موسم بلدة وبي خير وريها ان شاء الله، ريها بارد. وياك بحي الله دي رابح. يرابح بريها بارد هي ريها ديك، وان شاء الله هنا بيترف. عمري يترف ما حيه. وبنفس الوقت عمرينا بيعارك. كحي كسابح كان يعني سابح اكثر من اللازم، عمر غارق ويعترق كان دي زعم وكان دي زنجي وكان المهم يشتي الواحد لازم ياخذ الحيطه والحذر. ما شاء الله يعني اللي خلف الشاشات من السقطريين فهموه، بس اللي عندنا هنا فهمتوه يا قال؟ لا ما فهمت نصنا. كيف يا قال؟ بس جيتنا اخر شيء خلي يتكلم تاني. عد اللهجه. عد عمك حاضرين مدهارين مشكور صراحه وخير
وديني فعل وبيكي ضد شدين مدعه وعيمرينا بس ترف وينا بس يتار ماكينا بك جح وينا بك ما هيك رحم هاي مرة قال المكان هذا حلو مكان حلو صح ولا لا؟ وثاني شيء يقول لك اللي يجي يعني يجي تو ثاني للبحر كذي يقول تقريبا الكلام كله ما فيه ان ذكرت الاجواء اجواء طيبه جدا وبالنسبه للبحر بحر فيه يعني قالوا انه فيه شفاء لكل ذاء وعلى اساس ان الواحد ينتبه على نفسه لا يسبح اكثر من اللازم لان عده ناس توفت وعده ضحايات يعني يعني ما البحر ما يبغى احد يتهور ايوه من اجل يعني من اجل الحيطه والحذر عن التهور يعني الواحد ياخذ حذر ولو انك تعرف انك تسبح وهذا لكن البحر يعني بنفس الوقت يعني يسحبك بدون شعور يعني بدون اراديه. طيب انت تعرف اللغات السقطريه؟ يعني نعرف حياه يعني روحت سقطرى ايوه صدق حديبو من ما راح وهذا اخوي تقول انا مره كذاب تعال هذا اخوي كيف حالك؟ كيف حالك؟ تمام الحمد لله الامور طيبه الحمد لله وصلت ولا عادك؟ عدنا ريبح عادوا حال ما عادوا حال شوي آه اليوم هو هوده يومهم زحمه كده تعرف انت التالي ما ابغى يكسر ابدا طيب يعني ذا يعرف اللهجه نحن نفهم نحن خير ايش اعطينا تحدي خلينا الاخ يا هذي قطري ايوه صاحبك او اخوك جاب شوي في اللهجه حلو تمام ايوه هو المطلوب ده. طيب مطلوب انك ترجم لنا ترجم خلي يوري طيب ولا خلاص خلينا نعكس هات لي كلمات قطريه فهم ايش يا يا لو شموت لي يا اذا اللي خلف الشاشات من سقطرة الفقرة دي شكلها تبعكم اذا مشاهدينا الكرام استمرينا معكم اليوم في اللقاءات والناس المتواجدة هنا والجمهور الكبير جدا والاجواء المثالية كيف حالك كيف صحتك مبارك ساك طيب خير الله فيك حياكم الله من فين والله من الوادي من اسمك صقر من جحزر من الوادي محمد بن شحبل فين من الوادي يعني انتوا اصحاب اليوم خالك ما شاء الله تبارك الله فرصه سعيد الله يسعد كيف شفت الاجواء اليوم والله اجواء رهيبه الصراحه اجواء فانتاستيكيه معنى الكلمه فشيء الحين بدات الرطوبه ارتفعت اما الصباح كان الجو رهيب والبحر كان بارد فالصباح كنا يعني تغسلت لا والله انا ما تغسلت اليوم بس لا المفروض اليوم مجانات واليوم تبغى تشوف ال ها اليوم تصور تاخذ محتوى وده بكره ان شاء الله تغسل بعد صلاه الفجر بدري تو والخال لا الخال زيه متكشخ وعاد كمان ما لا لا مو هذا اللي طلع طلع امس بالليل عاد متى طلع والله انا ما طلعت من الوادي انا جيت من برا من ماليزيا والله ليومين او يعني كذا خلاص جيت على البلد جينا على البلدة على طول راسنا على البلدة طيب قلت بكره بتتغسلوا ان شاء الله بكره طيب ليه ذحين ما نخرج مع بعض ما يصل علي الله يستر عليك الله يستر عليك يعني عادوا به طيب الشيء الثاني اللي بقوله لك انت قبل شوي كلمتنا بخصوص شاعر حقكم شاعر مصحف والله الشاعر راح بصطفول ما بحاجة الشاعر طيب الناس اليوم بصطون بخمري لا هو اليوم متنوع اللي بغى فول مشان الحليله هتجيه واجاتها من يعني طيب نجي له الحين احنا بكره ولا نجي له انا بصطف فول اليوم وبكره ان شاء الله بنجيب لكم توصيل يعني الابيات بتجهز بكره بجهز بكره ما شاء الله تبارك الله اذا فرصه سعيده جدا ان احنا التقينا بكم يا مرحبا وسهلا حياكم الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله صباح الخير صباح النور كيف حالك الحمد لله صحتك طيب الحمد لله كيف الاجواء اليوم والله الاجواء ما شاء الله تبارك الله وبوات اي كلام ما شاء الله الازدحام والازدحام ما شاء الله تبارك الله من كل مكان من كل حافه ومن كل منطقه ما شاء الله من وين انا والله من فوه هنا فوه آه. خرج مع الاصحاب الاصدقاء ولا ايه خرينا نحن والاصحاب هذا واحد منهم تعال آه. تعال يا اصحاب الساحل يلا تعال عرفنا عليك انا اسمي محمد باسكر يعني منكم اثنين بس نزلتوا لا من احنا ويدين بس تعرف انت تفرقون حد يروح هنا وحد يروح هنا ويدردرون وريعون كشفت اليوم الناس الموجودين هنا من خارج المحافظه والله ما شاء الله تبارك الله يعني خارج خارج المنطقه هنا يعني فرحانين بالايواء هذه وهذا شيء يعني صرنا احنا في بيوتنا هنا بيوتهم
بس نحن شفناه كذا قالوا وصفه ونحن كلهم الناس اللي هنا قالوا انت مبدع 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 بايع كلها مبدع ايوه مبدع الناس كلهم مشهورون قالوا والله ما انا مبدع باي حاجه ليش يعني ما معك مهر لا لا ابدا مبدع يعني ماشي ولا مهر ولا اي حاجه لا ماشي طول والله فرصه سعيده اخبار من فين من لبنه برشيد برشيد كيف شفت الاجواء اليوم طيب برودة البحر كويس ما شاء الله إذن ما شاء الله اليوم الحضور كثير جدا هنا في شاطئ الستين الحضور يعني أكثر من الافتتاحية اليوم بصراحة الناس متواجدة هنا مع عوائلهم والأصحاب والأصدقاء متواصلين معكم في فقرات الجو المثالي مع هذا الازدحام الشديد اليوم نبدأ تحدي اليوم من برنامج اليو المثالي طبعا حضور اليوم وجماهيري غفير جدا هنا في ساحل الستين اتمنى انك فهمت الموضوع فهمت ان شاء الله وانت كلك من البنات تبغى تتغلب عليه ان شاء الله يلا اصحاب الوادي والساحل نقول ايوه يلا نبدا يا جمهور نعد الى ثلاثه واحد اثنين ثلاثه سريع من هناك من هناك من هناك لحظة يا شباب لحظة شوف الفريق الأخضر لم يلتزم شابك الأيدي الحكم شاب لا شوف المعنى إذن هات كنك ودي مريضة محاولة تانية لا معاش محاولة خلاص تنحسب الآن نقطة للفريق البرتغالي نبدا المرحله الثانيه كيف يعني بتفك فريق بتفك فريق بنفك ان شاء الله المشكله فكش فريق مع فريقه حتى الموت ايوه بس الحين انا سمعت تقول انك بتفك فريق لا عادي يقول لي حول معاه قلت له مع فريقه حتى الموت اذا نبدا المرحله الثانيه جاهزين يلا نعد مع بعض واحد حرك نفسه سريع سريع يلا يا جمهور حبسوه سريع ارجع حكم الحكم من اذا التعادل في هذه المرحله اذا التعادل في هذه المرحله التعادل في هذه المرحله المرحله تنعاد بحكم التعادل نبدا المرحله واحد اثنين ثلاثه يلا سريع وشب تشبيك الايدي سريع 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 عامل الوقت سريع سريع عيدنا اذا الان التعادل تمام نقطه لنقطه تبقت المرحله الاخيره تمام يا شباب المرحله الاخيره جاهزين ارجع يلا تبقى المرحلة الأخيرة نعد مع بعض عامل الوقت وبنركز على كل حاجة تلبس القرمة كاملة تشابك الأيدي سريع وسع شوي واحد اثنين ثلاثة سريع واللي حسم هذا التحدي هو الفريق الأخضر كيف حالك؟ الحمد لله بخير صحك طيب؟ الحمد لله عرفنا عليك أحمد عمر بحداد من فين؟ من مضررين هنا مضرر ما شاء الله كيف شفت الأجواء اليوم؟ والله ما شاء الله تبارك الله الأجواء ما شاء الله ما تحتاج كلام طبعا حضور الجماهير والناس اللي حضرت اليوم في التدشين ما شاء الله الجماهير والفعاليات ما شاء الله فعاليات واجدة من ناحية الطرب ومن ناحية الثرات أيضا في المكلة وغيره ما شاء الله تبارك الله ما يحتاج كلام طيب أنت اليوم من أبناء مدينة المكلة صح؟ أيوة. الناس اللي حضرت اليوم كيف شفتنا هل في ناس من خارج المكلة في ناس مغترب؟ والله طبعا في ناس مغتربين وفي في ناس نعرفهم طبعا جو من مغتربين من السعودية ما شاء الله خصيصا للبلدة ما شاء الله للبلدة أيوة
لأن بلدة أصلاً علاج الأمراض وغير ذلك في أنواع كثيرة يعني فائدة لل. غسلة في البلدة أفضل من حزامة يقولون مدري إيش. الله تبارك الله. طيب أنت تغسلت ولا عاد؟ لا والله بكرة إن شاء الله نقول عنا اليوم أخرجت الله مشان مهرجان كذا. شوف الوضع اليوم تشين فعاليات تشين. عشان أغرقون والله شيء. فقد يعني شيك يعني فقد رئيس ما شاء الله تبارك الله. طيب في شعر أصلا أبوي كتبه وأنا جيت حفظته. يعني أبوك ما شاء الله شاعر. شاعر أبوي شاعر بس ما يحب يعني إنه يعني يظهره فهمت كيف؟ كذا بس لنا نجي نشيل ونحفظه وكذا ونخرجه. يعني بعد ما يكتب أنت عليك الحفظ والنشر. يلا كذا ما شاء الله يعني شعرنا صاحب صاحب الفول ما أدري وين راح لكن شعر من الواقع يعني. شعر واقع. آه واقع. يقول كل بنت ترسم مستقبلها صورة خيالية ولشريك حياتها أحلى صورة فنية وتحلم معاها أحلام وردية وتقول يا ليتو يشبه أسمر أو مهند بلا سحية الله يرحم سمان البنت البدوية اللي إذا جت سيرة الزواج عيونها بكية يقولون غدا زواجك يا حورية لا تتلب لا تشتري لا تسوق ولا تشتري ساعة ذهبية والله يستر من البنت الحضرية اللي إذا بتخطب قالت جيبوا لي صورة شخصية وكلام بالجوال ساعات ليلية وبكره بيشوفها عادي شويه ولو زعل قال باي يا عسليه الله يرحم سلام البنت البدويه وسلامتكم. صح لسانك ما شاء الله كانه هنا ابوك يطلع الفرق بالحاضر حق الزواجات القديم والحاضر. طبعا الحاضر هنا حق مستحدث الحاجات المستحدثه. طبعا والله حالات الزواج هنا اصلا الحين الزواج تعسر للشعب كله وذي يعني انهم من خلال المهور ويعني اشياء مثلا كم الغرف واشياء يعني ب 4000 5000 فالانسان راتبه شوي يعني ما يقدر انه يصرف ويجمع يعني راتبه ومعه مثلا اهله ومعه مصروف ومعه ايجار ومعه اشياء ثانيه فجابوا يكتبوا من الواقع طبعا. ما شاء الله تبارك الله. ونحن اليوم هنا في الجو المثالي نقول ان شاء الله الامور طيبه ان شاء الله باذن الله تعالى وربنا يزوج كل عازب امين باذن الله الامور تتيسر امين باذن الله تعالى. حياك الله. الله يحييك. حياكم الله مشاهدينا الكرام في فقرة ضيف البلدة. اليوم معنا الضيف المميز جدا. حياك الله. الله عرفنا على اسمك. عمار مختار الحي. عمار اهلا وسهلا بك اليوم في برنامج الجو المثالي وبالتحديد في فقرة ضيف البلدة. نحن في فقرة ضيف البلدة دائما ما نستضيف الناس اللي عندهم المواهب والناس المميزين جدا. حياكم الله. عمار هات الموهبة اللي انت تمتلك هذه من متى اكتشفت نفسك او احد اكتشفك؟ هذه الموهبه كانت عندي من وانا قبل تاسع ثامنه بس كنت يعني شفت المسرحيات مستحي ايوه مستحي كذا وقت الرعشه اللي قدنا انا واصحابي كذا بس يعني كنت شكلك مودي في الصف ايوه كنت كنت مودي في الصف ايوه كنا يعني وقت المسرحيات يعني كنا يعني ما عندك جرأة حتى انك تطلع تعرف اسمك عند الناس ضيف خاف يعني الدرجة. طيب جمهورنا اللي خلف الشاشات ضيفنا اليوم يتميز بموهبة تقليد الأصوات. موهبة تقليد الأصوات هي موهبة يعني يمتلكها البعض لكن هي نادرة نوعا ما. فنبغاك الآن تبدأ تقليد الأصوات. مع اليوم الأجواء هذه المثالية والناس اللي على البحر واللي يتغسلون. عليه. حتى يتمتع المشاهد أكثر. أول حاجة ما قلت صوت بجيبك القصة حوار بين يعني عزوز في حوار أنت أيوة أيوة في عزوز وشاب يعني عزوز مرة عزوز أيوة عزوز بالحضرمية يعني أمرأة كبيرة السن طبعا أيوة يا بركة الأهل شراعة جريت بالخبر إيه يا مبارك أني ما جريت بشي يا بركة هم شوهم دالحين بيفتحهم محول الأمية لشراعة لكن راعني ما جريت بشي نقول لك دي بتاعت محول امي ذيك سنه وقالوا لي وقالت نحن المجرسه دخل احمد وغطينا ويهنا وخرى يا احمد وقشعنا ويهنا دحين احنا كل يوم هو تم دخلنا جلال الراعه. صراحه مبدع جدا يعني موهبه تقليد الاصوات يعني هذا زي الحوار ايوه. طيب في حوار ثاني؟ لا دحين بجيب اصوات حيوانات اصوات الاصوات الحيوانات مثلا يعني تبغانا انا اعطيك ولا انت معير على نوع ما؟ لا لي يعني انا بجيب الاصوات اللي عندي. طيب تمام اسوس ابدا نجيب اول الاصوات اللي قلت بتقلدها صوت ايش؟ صوت الديك الرومي الديك العادي يلا نبدا بالدياك اليوم نبدا بالدياك
اليوم انا حصيام اليوم اقول بالله الصوت يا بس حلقه بس ما عليك. ما شاء الله تبارك الله. هذا الصوت يوم كنت اقلده عند الديك يتخبى على ستره. يريح الديك ثاني مره يجيك ما نتم انا وياه الظهر. وهو كلها ايوه انا وياك اليوم لعب. حتى الديك صدقون. وش انت في الرومي؟ ديك الرومي. دعيت وصفر لي قال الصوت. يعني بدك تقابلت مع ديك رومي من قبل. ايوه جيت انا بجيالنا. ما شاء الله بس صوته خلاص انه طلعت من الاصلي. ايوه. طيب الاصوات الثانيه؟ اقول لك صوت ال الهراري تهدم ذا القطط يعني. القطط اللغه الفلاحه. تمام يا هو هيك هذا الاشتباك هذا الاشتباك هذا الحرب. اتمنى مشاهدينا الكرام انكم تستمتعون اليوم مع ضيفنا. طيب الان معنا ثلاث اصوات قلنا صح؟ ايوه ديك الروم وديك العادي والقهر. طيب الرابع ندخل في الصوت الرابع. الصوت الرابع حق الذباب بيكون الخامس ده انه في معنى الحوار يكون الخامس صحيح. الحين اللي نشوف بنجيب حق جحا يبقى قد دقت صفير بس ما في تمام. او شيء نشوف حق جحا حق قال جحا في ذات نهار اني ليس لدي حمار بيبقى لك صفير قد دق نفس ان شاء الله. يلا تمام. أنا هكذا من يوم الصيام يوم التاسع عند الحديث. طيب تطمح في المستقبل أنك تصلي؟ أيوة نطمح مستقبل قاعة تكذا صوت يعني القليدة كبير مرة في موهبتك هذه. أيوة كبيرة جم جم مثلا تدخل في نماذج عديدة. أيوة ندخل الآن نتابع مقاطع مصرية في مسابقة مصرية يعني تشوف حق المشاهير هذه وتتبقى. أيوة وشوف الحيوانات وأنا الآن مربي حيوانات داهلين كل يوم هذي. أنا شو بقى سبحان الله هذا يوم تدخل عندهم مثلاً زي الغنم زي تكون في الزرق وتبدأ في المشاهد. إذا بصراحة فرصة سعيدة اليوم إن التقينا بك في هذه الأجواء المثالية. يا حياك الله. وكنت ضيف مميز معنا بصراحة. وبالمناسبة إنك اليوم حضرت معنا وشرفتنا إحنا في الاستديو البسيط هذا. يا حياك الله. اليوم في هذا الشاطئ نقدم لك هذه الجائزة. ربما هي قليلة في حقك. لا لكن إحنا. تشيعا لك وتحفيزا شكراً لك شكراً. وبصراحة يعني في هذا السن وبدأت عندك الأساس أنك عندك الشغف أنك تبدأ بتطوير نفسك. أتمنى لك التوفيق الدائم. يا حياك الله. من الله تعالى. حياك الله. حياك. مشاهدين الكرام تواصلين معكم في فقرات الجو المثالي. إلي الله يا رب سر سمي بالرحمن من منبع التطوع هنا ومن مدينة المكلا بالتحديد ومن موسم نجم البلدة السياحي اليوم الشباب هنا بصراحة فرق تطوعية يبذلون مجهود ذاتي من غير دعم من أي جهة مجهود تطوعي. فريق ساند هنا اليوم عرفنا عنه. احنا عبارة عن مجموعة من الشباب وجدوا عندهم الرغبة انهم ينقذون اي شخص تعرضت سيارته انها تغرز على البحر او ساحل او في اماكن ثانيه حتى في مجاري السيول في اي موقع وجد صعوبه انه ما يقدر يطلع سيارته من الموقع اللي هو فيه. فاحنا طبعا جاهزين شباب ما شاء الله مجموعه منهم منتشرين على 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 سواحل حضرموت من الشقين الى بروم الى حله الى بن سينا الى ساحل الستين بشكل عام الى خلف فلوك
الشباب متواجدين طبعا بشكل ما شاء الله تبارك الله. انتم انا حسبتكم في البدايه انكم فقط متواجدين على ساحل الستين، لكن انتم منتشرين في جميع السواحل. اي نعم طبعا الشباب لنا فتره طويله واحنا نرتب على الموضوع هذا، وفضل من الله جات موسم البلده صادف ان احنا نقدر ندشن فريق ساند، ودشنا برضو الاسم. احنا كنا شغالين من 2015 تقريبا على 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 هذا الموضوع، وكل هذه الجهود ذاتيه وشخصيه من الشباب، والان جاء موسم البلده فرصه ان احنا ندشن هذا الموضوع. فالموضوع تطوعي يعني بسياراتكم وكل حاجه؟ الموضوع تطوعي بحت طبعا، الشباب كلهم يمتلكون سيارات دفع رباعي مجهزه بكافه التجهيزات اللي يحتاجونها في خلال عمليه السحب والانقاذ للسيارات، مستعدين بكافه الادوات، ادوات السلامه، كافه ما يحتاجونه في عمليه الانقاذ. طيب هل في حالات اليوم تغريز؟ اليوم نعم ما شاء الله، اليوم من الصباح زي ما انت شايف يعني الوضع ما شاء الله، شباب كثير هنا، عوائل، ناس كثير انقذناهم من الصباح، حوالي توقع يمكن 6 حالات من الصباح الى الان انقذناها، والشباب مستمرين في السحب والانقاذ. طيب تكونوا متواجدين هنا مثلا من الساعه كم؟ لكم ساعات معينه ولا على مدار اليوم؟ والله شوف احنا ايام البلده طبعا متواجدين من الصباح الباكر متواجدين الى ممكن الساعه 8، بقيه الاوقات الشباب متواجدين 24 ساعه. الارقامنا موجوده في المنشورات، اي واحد تعرض للموضوع التغريز في اي موقع يقدر يتواصل معنا، احنا جاهزين اي وقت. ما شاء الله تبارك الله، بصراحه جهودكم مبذوله جدا، كتب الله اجركم، واهل المكلا ناس معروفين جدا بالتطوع. الله يحفظك. طبعا الشباب فيهم الخير، شباب المكلا كلهم، وطبعا احنا نرحب ضيوف حضرموت هنا اللي قادمين من برا، طبعا اغلب اللي نسحبهم هم يكونون من خارج حضرموت. غريب. بالضبط، احنا جاهزين اي وقت خدمتهم. ربنا يوفقكم ان شاء الله، ولقاء طيب صراحه معاكم. كيف حالك؟ بالاخبار. صحك طيب؟ صحك طيب. صاحبك يطالب بنا احنا من هنا عشان نجيك. مرحبا وسهلا. ما شاء الله من فين؟ من حضرموت الوادي. من الوادي من فين؟ نعم. اي قاطن رصيص. ما شاء الله. كلكم ذي البشكه؟ ايوه. اسمك؟ مبخوت عبد الله النهدي. مبخوت عبد الله النهدي. سالمين عيض الشبيبي. مبخوت. لا 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 لا. اي عبد الله بن حويل. النهدي. عمر برر من قربان. حمل بالهبوع. ما شاء الله تبارك الله، كيف شفتوا الاجواء اليوم؟ اوه فانتاستيك. خرافية. افضل من اجواء التلجين يا. اليوم الحضور رايج. صراحة افضل من اجواء التلجين. ونشكر الخفر ما شاء الله قيام بالواجب. خفر الصباح. اي بالله والله. غير ما حتهور منكم الاداء. لا والله احنا عرب عاقلين اقسم بالله. والله جويدين اصحاب مكلا هذول يطمرون يا رجال. يطمرون. اهل مكة درب شعابي. بس ماشي ما هذا ماشي شعابي بدخلك داخل. طيب طيب الحين صاحبكم سحبنا احنا من هنا، قال اصحابي موهوبين. موهوبين وين موهوب؟ يلا وين الموهوب؟ لا 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 ماشي قصيدة يا رجال ولا يا اخي هذا الموهوب. شوف لا شاعر حق شاعر شاعر ولا شاعر خليه يبدا. يلا يا سلمي يقول اسمع يقول يزيد القوم لا ثارت رحانة، يقول الكون كله فيه خطورة، خلقنا الله مصيبة للمصيبة، وكم من شيخ راعينا شعوره. ما شاء الله تبارك الله. تعال 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 اليوم تحدي الشعر، اليوم هنا في الستين تحدي الشعر. تفضل. تقول لي الاسم والله شوف. يا ابن عبد الله يا ابن عبد الله يا مقزع العمدان. حكيم وبيوتك حكيمة. نهم واهتم ونسم حالك المليان. من قديمة والطويلة. فهذه حضرموت الاصل والفصل اللي قال فيها المحبار بشل حبك معي وبلقيك زادي. ومرافقك سمرة ما تلتت. لنا الشكر والتقدير على السعيدة في المكلا، ونرجو من جميع المحافظات اليمنية ان يجون البلدة. الواحد المشلل التعبان المكسر البلدة البحر المحروق. تمام المحروق مخ وعصاب اي حاجة فوق للبحر. وحالة نفسية هذا فوق حالة نفسية. على مشافونك يا اخي. اذا مشاهدينا الكرام وصلنا نحن واياكم الى ختام هذه الحلقة من برنامج الجو المثالي الذي ياتي برعاية كريمة من شركة الحبيشي للاستيراد والتسويق الغذائي من هذا الساحل الستين.
اختتمنا هذه الحلقة بمختلف الناس الذين قابلناهم وبمختلف المواهب الذين قابلناهم اليوم في حلقة اليوم. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى في حلقة جديدة، كونوا في نفس الموعد. الجو المثالي في موسم البلدة، هيا بنا يلا على البحر والساحة، نلعب ونتسلى نقضي بها مدة، والقلب يستمتع في أغلب الأوقات، ونلتقط صورة حتى ولو واحد، وتحتفظ ذكرى في أجمل الأوقات، أجمل هاللحظات.